بس تعرف شو؟ هالسارة كان بدها جواب، يعني كنا حضرنا لنا شي فيلم هيك مشغل شباب يعني. اي والله جواد تركوه مروق بحمص. بحمص؟ شرف معنا. خير سيدي؟ مشتاقين لك، شرف معنا. شرف شرف. كثير طيبين. عم حاكيك؟ ما معد مين؟ هذا محل بالشعلان. نعم. بتعرفه؟ أو الشعلان هيجا تهابت ولا تتذكر السنة الماضية لما طلعنا مداهمة على الحمرة؟ لما طلعنا على الحمرة؟ في محل وقفنا قبل وخدم عنده فطاير لونه أحمر؟ هذا هو لونه أحمر؟ هذا هو نفسه مغير لا كتير طيب ظرافة بصير ناخذ مقدم دائما بوصل دائما طلبات شرف على طول فطران سيدي ما مشكلة نفقتك بكرة إذا ما فطرت اليوم بس جيب دائما من عنده أنت ها؟ إيه سيدي في مجال أعرف ليش أنا هون؟ عرفت المحل إيه مغير الواجهة بقول مغير الواجهة هلا إيه السنة الماضية كان وهم عرفته واجب لنا شاي طيب بردت سيدي في مجال اعرف ليش انا هون؟ راح تعرف اذا ما عرفت اليوم تعرف بكره اذا مو بكره ما بعرف بكره ما بعرف بكره على كل انا رايح اغسل ايدي وندردش انا وانت هيك على النظافه يعني يمكن خجلان جبر بخاطره وحدة سيدي وصلت لك على الشاي مين أخذ بقية دخان منه؟ أنو شاي؟ الشاي وصلت على الشاي انسى طلع لعن سيادة العميل قال له جواد صار هون اذا بيحب يحضر التحية يلا صباح الخير صباح الخير زينب العلي محامية سيد جواد مين وكلك؟ هو اتصل فيني من موبايله الشخصي تفضلي شوفي شغلك استاذي شكرا حروني معذري انت واحد غبي تعلمني ليش خليتها تموت انا
اسف فيني. شو انا اسف؟ زد موزك! بعرف لساته عنا! بعرف بس رح يطلع غصب عنا! ليش شو عملت انت؟ انت لو اخذت الموبايل ما كانت اجت الخانه! كيف عرفتي؟ انا سمعت لها سيدي. صعب الواحد يلاقي هيك حدا بامان بني ادم ذكي، بس صعب. ارتاح اليوم وتعال عندي بكره على المكتب. كتر خيرك استاذي. على فكره رايح اشوف خطيبته. بحمص؟ ايه، ليش ما بتعرفي؟ لا، انا من زمان ما عاد عرفت شي عن جواد. دخلك وليش هالقطع؟ بصراحة انا ما بدي اياه، وكنت ناشفة معه قام قطعني. بحبك؟ ما بعرف. ليش تعبانة هالقد؟ لا بس شوفت هدى وهي مقتولة معلقة براسي. لميا، أنا محاميتك، ولا تفكري إذا أنت طلعتي بسند كفالة يعني خلصت القصة هون. لساتنا بداية التحقيق، يعني إذا بتعرفي أي شيء احكي، يمكن أقدر ساعدك. أنا ما عندي شيء غير يلي قلته. أكيد؟ أكيد. مثل ما بدك. استعذر بالإذن منك، أنا واصلة مشوار صغير وبرجع ما بطول. لا، وأنا كمان بدي أروح، أنا كمان عندي شغلة. تفضل. يلا بالإذن. الله معك. تفضلي أستاذة. هلا بالنسبة لجواد قانونيا ما عليه أي مشكلة، بس كمان ما بيضر إنه نحن نضغط عليه بين فترة والتانية، لذلك كل يوم والتاني جيبوه شحشتوه شوي. وبالنسبة للميا، تعملوا له مراقبة لصيقة 24/24، عيونكم ما بترف عنا. والمساء يا شباب هاتوا لنا السيد جواد، خليه يشرفنا ويشرب عنا فنجان قهوة. تيسر نقيب أحمد. احترامي سيدي. احترامي سيدي. تعال. عاوزك. يا سيادة الرائد، في عليك شكوى. هاي الشكوى مقدمة من الراقصة، شو اسمها رفيقتك هاي؟ عصرية. عصرية. الست عصرية بشتكي عليك. فأنا بشوف أنك أنت تروح تصالحها قبل ما توصل القضية للقضاء. بني آدم بتروح بتعتذر من عصرية وهي نبتك 50 مرة لا تستخدمها، نتائجها مو صح. واحد مثلك رائد بالبحث الجنائي من أهم وألمع الضباط بوزارة الداخلية نازل لمستوى عصرية. اكبروا، انت اهم من هيك واكبر من هيك، لا تذكر حالك لا مع عصبية ولا مع غيرها. تفضل على شغلك. احترام سيدي. من اكفأ الشباب بس مجنون، ما بيعرف قيمة حاله.
جواد؟ نشكر الله. شبكوا لك يا ابني؟ لك فرود جناحاتك شوي. بعد كل هالغيبة جاية كاشش كمان. احكي لك كلمتين مع هالمخلوقة سر لها خاطرة يعني. مو معقول صار لك ساعة ساكن. كيفك لمياء؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.